تمام، انا كان عندي شيء اسمه هايبر برين بريشر، ارتفاع ضغط الدماغ. الدواء حقي، خلي كل اللي يسمعوني من هنا الى يوم القيامة، كان يعطوني دواء اسمه دايموكس. اذا معانا اطباء يطلعون الان ويتكلمون شو هو الدايموكس وخطورة حبوب الدايموكس، وكنت طفلة عمري 15 سنة. الدايموكس يحطونه في الصيدليات في وزارات الدفاع، يحطون عليه كاميرات ما يقدرون يطلعونه، لأن هذا الدواء خطر يعطى للجنود في حالة الهجوم النووي عشان الدماغ ما ينفجر. أنا كان بيني وبين أني أنا أعمى أو يصير عندي انفجار في الدماغ أسبوع. وأمي أذكر ما أنسى هذا الموقف، أحزن لما أذكره. ماما كانت لما رحنا للدكتور وسوالي الأشعة وقال انت عندك ورم في الدماغ وعندك هايبر ووتر اتنشن، عندك مية الدماغ مرتفعة لدرجة غريبة من الانفجار. اذكر ماما بروفيسور، اذكر ماما طلعت من العيادة، هي كانت لابسة الله يكرمكم يعني نعال كذا صندل مسكينة من الصدمة. ماما طلعت من غير الصندل، طلعت حافية معي من العيادة، نسيت انه كان في رجول. ولما قال احنا راح نعطي اللي علينا من كورتيزون، وهذا الكورتيزون تاخذين 6 ابر في اليوم يتشفين او لا، واذا سوينا عمليه عشان نفتح بايب للدماغ نطلع السائل في احتمال انه احنا نلمس النخاع الشوكي ويصير في شلل، في احتمال 80% تطلعين من العمليات مشلوله. هذا الله اكبر كلامي مع الاذان، هذا الطب والعلم. تدرون شلون عالجته؟ تدرون شلون عالجت؟ أنا كان وزني وصل من بنت في عمر 17 اللي الناس تاخذ الفيديو وتعايرني فيه، شمس طالعة في القناة كانت دبة، كان عمري 17 سنة لما طلعت في هذا البرنامج. كان وزني بسبب الكورتيزون ولا كورتيزون ملك ماك ما تشافيت، وصل من بنت رشيقة جميلة وزنها 50 إلى 113 كيلو. كيف عالجت نفسي؟ وين منظمة الصحة العالمية؟ كل اللي زي حالتي جالهم يا انفجار يا البايب اللي افتحوا لهم عشان الماي مال المخ يطلع، صد البايب صارت فيه أملاح وصار عندهم انفجار أو ماتوا أو جاتهم جلطات أو مين تشافى من ضغط الدماغ؟ أنا شاف أي حالك شمس، أول مرة بعرف المعلومة. لا أنا إيه، أنا كيف مش في فيديو عندي الناس تتنمر علي فيه إن شمس كانت تبقى يلعن أبوهن ما ترجع. بغض النظر، بس أنا أقول لك لا، أنا مش بالعكس، أنا هذه رسالة كونية الله سبحانه وتعالى زرعها فيها من سبب الكورتيزون اللي أخذته. أنا كنت أخذ 6 إبر كورتيزون في اليوم صافي علشان المي يقدرون يسيطرون على المي. ما أنكر أن للعلم جانب في أنه هو وقف، ما في أنكر وما في أقعد أعمم في أطباء في بروفيسوري، وكان بروفيسور يهودي الله يوفقه تمام. لما قرر كذا هو قال لي شغلة، قال لي شوفي ماي دوتر، اللي راح أعطيك إياه في احتمال يوقف الكلى لأن الكمية عالية، واحتمال كبير أنك أنت إذا عشتي ما راح يصير عندك أولاد لأن راح في سايد افكت واجد بسبب الكورتيزون، فأنت اللي تختارين وتقررين تمام. بسبب الكورتيزون صار عندي ارتشاح أمعاء، كنت في المستشفى من الأسبوع 4 أو 5 أيام ويومين في البيت، متألمة من الكرونز من ارتشاح الأمعاء. أي شيء يدخل جسمي أستفرغه، تحطمت إلى أن ربي ما أقدر أقول السر أو حالي كما أوحى للنملة اللي أوحت لسيدة سليمان، أو حالي كما أوحى للنحل، أو حالي كما أوحى لأصغر مخلوقاته. شنو هو علاجي؟ من خلال رؤية قمت ونفضت نفسي وغيرت حياتي، وأنا الآن لا أشكي من كرونز ولا أشكي من ضغط دماغ. ولما عملت آخر فحص لي في ألمانيا، الله يرحمه المخرج فيصل ياسري الله يرحمه بهاليوم وكل يوم، أخذني هو على بروفيسور في ألمانيا، كلام ذا من 10 سنين، كنا نبي كذا just for fun نتأكد بعد أشعة مقطعية للدماغ. البروفيسور كان مصدوم يقول لي ما عندك حتى آثار، ما في شيء، انتش جاية تفحصين. قلت له بس to make sure، قال لي ما في make sure، أنا have nothing، ما في شيء.
ونفس الشيء اللي الآن جالسين يقولون ارتشاح الأمعاء أو الكرونز ما له علاج. أنا كيف تعالجت منه؟ تعالوا عدموني بساحة عامة لأني قلت الحقيقة وما تعالجت منه. لما كنت أخذ الأدوية اللي كانوا يوصفونها لي، أنا سنة كاملة فاقدة التذوق وفاقدة الشم بسبب الدواء، سنة كاملة فاقدة الذاكرة. آسفة لإخواني وخواتي اللي معاي في المساحة ولا حياء في العلم. كنت أطلع في الشارع الساعة 4 الصبح، أهما طبعاً يسولفوا لي، أنا فاقدة الذاكرة سنة كاملة، فقدت القراءة والكتابة واللغة، أنا تعلمت من جديد. الكورتيزون دمر لي الذاكرة، دمر لي المعنى للحياة. أطلع في الليل والله ما أنسى هذا اليوم، أقول يا رب هي ليش بس سيارات وما في ناس؟ أنا وصلت مرحلة يا بشر ما أعرف الفرق بين الليل والنهار، الناس شو تسوي في النهار وشو تسوي في الليل ما أعرف. أطلع أقول ليش بس سيارات، ما في ناس، ما في عالم. أنا بروحي أطلع يجيبوني من الشارع يدورون علي ما يلاقوني، لأني ما أعرف حتى يا رب في شيء ما أعرف إذا بقدر أقدر أقوله. حتى نسيت العيب، كبنت طالعة في الشارع ماسكة شيء في يدي عيب، ما أفهم أمي قدامي ما أعرف نوع علاقتي فيها. نتيجة الكورتيزون الكمية العالية، نتيجة أنهم ما يمتلكون غير هذا العلاج. طبعا أشكرهم أنهم ما يمتلكون غير هذا العلاج، لكن بنفس الوقت أنا اكتشفت أنه العلاج مو هو هذا. أنا ماما سنة كاملة أنا ما أذكر نوع علاقتي فيها، أذكر مرة شيء من الأشياء اللي تمر على ذاكرتي وأندم، أندم كثير واستغفر ربي، بس ما أقصد والله. أذكر أنها عطتني زبادي أو شيء زي كذا، رميت الطاسة في وجه ماما ما أعرف منو هي. أوكي ورجعت تعلمت. لا خلي الناس تستفيد، أنا ليش أتكلم بحرقة عن الإنسان وعن التشافي وعن أن الله سبحانه وتعالى زي ما قال هاني خلق التشافي في شجرة، شجرة تجرح نفسها وتطلع دواء تشافي نفسها وتعيش 4000 سنة، واستخسرت على الإنسان أنه يشافي نفسه. ركبتوا له جن وركبتوا له عفاريت وركبتوا له أن هذا سحر، وما رحت وسألت هو شنو في داخل جسده. أحزن، يس أحزن، أحزن أشوف ناس كثيرة وأنا عارفة أن علاجهم مو هذا. تعلمت وتعلمت ودرس. أنا مهملة بالفن ليش؟ أنا أنتج كل سنتين أغنية ليش؟ أنا مقضيتها معاهد، اللي أكسبه في حياتي أو في شغلي أو في شيء يجيني أو حاجة أروح أصرف على المعاهد وعلى الـ على الـ على الـ العيادات اللي أدرس فيها وعلى العلماء اللي أروح أكون مريدة في مجالسهم عشان أتعلم العلاج الحقيقي للنفس وللروح وللجسد. وأشكر ربي كل يوم أني أنا مرضت هذا المرض الخطير سواء في الدماغ أو في ارتشاح الأمعاء اللي هو الكرونز، لأن لولاهم أنا ما تعلمت. علمني من علمني، أنا ما دخلت الفلسفة والعلوم والأديان، أنا ما حبيت الله ورسوله وفهمت لولا هذا المرض. أنا ما نزل عندي هذا الكبرياء الزائف اللي مخلينا إحنا حاسين إن بس إحنا في الكون كبشر لولا هذا المرض. المرض يربي فيك التواضع، يربي فيك الحب لغيرك، يربي فيك إحساس الألم. أنا أحس بألم كل حد عنده كرونز، أعرف شو يعني كرونز. ومصيبة لما يروحون الأطباء الكرونز ما يقولوا لهم امنعوا السكر وامنعوا وامنعوا، أبدا، خذوا الكورتيزون، خذوا الأدوية، خذوا. طيب يا أطباءنا الأعزاء، يا حبايب قلبي، أدري فيكم قسم كبير هو تعلم عشان يخدم الناس، لكن بليز ابحثوا عن الأسباب الحقيقية للأمراض واعرفوا أن مش كل شيء في الكيميكال. نعم في الأدوية الكيميكال في علاج، في جزء منها حقيقة، لأن نية صاحبها اللي اخترعها كانت هي تشافي الناس. صدقين أنا ما أنا ضد الكيميكال كامل ولا حتى ضد الجرعات الكيماوية للسرطانات بشكل كامل، لكن بشكل مقنن، ومتى وكيف وليش وما هو النظام الغذائي والنفسي اللي يمشي معه. أنا أقول لك يعطي نتيجة، ليس الشر مطلق كما ليس الخير مطلق. أنا ماني ضد الأطباء، أعرف أن هم ضحايا زيهم زي الناس، علموا هذا العلم بهذه الطريقة، يتاجر حتى في الأطباء نفسهم.
أتمنى منهم لله أنهم يدخلوا ويبحثوا عن عالم التشافي الحقيقي. آسفة أني فتحت الموضوع، بس هذه الحقيقة، أنا أتكلم من منطلق تجربتي الشخصية الحقيقية، ما أتكلم من منطلق فلسفة أو جامعة معلومات من جوجل أو لأني سافرت حول العالم أدرس جايبة معلومات مدرسين. أنا شخص صاحب تجربة، أنا شفت الموت مرتين. يا عيب الشوم عليك، قدي صرنا أصحاب، أول مرة بسمعون منك. لا ما تكلمت هالأمور لأن أنا أحب الناس. لازم تحكي لي على المقطع الفيديو، على الأقل بعرف جواب على هالخسيسين، على هالقديرين البلا أخلاق. حبيب. أنت لما تكون إنسان نيتك صافية وتجاه الناس، أنا العلم اللي عندي لو فكرت أني أتاجر فيه كنت الآن أجمع ملايين زيهم. عمري ما عطيت فكرة لحد أو نصيحة بمقابل مادي، أمشي وأعطي، لا، ومن عندي. الله شاهد علي أعبي شنط فيتامينات ومعادن وعلاجات في السفر معاي، وأدفع عليها وزن زايد وأشيلها على رقبتي في سبيل تدري شنو أقول؟ أقول عسى وأن مساكين يكون في حد محتاج، مريض أبى أعطي له مغنيسيوم ولا أعطي له بوتاسيوم ولا أعطي له زنك ولا أعطي له يود ولا أعطي له، أمشي وأعطي فيها الناس لله وأشتري من أجود الأنواع كميات شنط، لدرجة دائما المطارات يمسكوني على بالهم أني أتاجر فيه. لولا يعرفون في العالم العربي أني أنا شمس كانوا يتهموني في المتاجرة. أنا شنطتين سفر هذه بس أدوية فيتامينات معادن لله أمشي ووزع، ما عندي أي غاية من اللي أقوله غير أن الله سبحانه وتعالى يرضى عني ويسامحني لو أنا أخطيت في حق الناس أو في حق نفسي، في أني أنا أكفر عن ذنوب حياتي، في أني أنا أنصح الناس بأي ناحية إن كانت. خلي عينك على الجرس.